خالي، اللي ساويته كان خطأ. ما كان لازم تدخل أمي وخالتي بالشغل. إذا بدك تحملني الغلط فغلطي أني دخلتك بهالشغل. قلت لك لا ما سمعت، وهي النتيجة. أنا بدي فوت بهالشغل مشان انتقم لأبي، مو مشان اجرح عمي ولا حدا من عائلتي. ايه شفت عمك اللي ما بدك تجرحه شو ساوى فيك؟ معه حق. قال معه حق. أنا بكرة رح ورجي الحق المزبوط. أنا بورجي. إيه صح، هداك أونال عديم الشرف ليش استنى لإجا العرس وحكى لعمك كل هالحكي؟ ها؟ ولا ليستفزه ويخليه يقتلك هنيك؟ هو ما بيقتلك. ليش؟ لأنه ما بده يعمل معي عداوة. بيعرف إذا فات بعداوة معي رح تكون نهايته. ملاحظ؟ استعمل خضر مثل الملقط. لسه خضر ملقط وقلب أصلاً ملقط وأونال مدري شو. أنا خسرته لزوجي وانحرمت سنين من ابني، إمتى رح نخلص من هالقصة بقى؟ شو هي خطتك؟ إنه تقتله لخضر ولا بدك تقتل أونال؟ قتلن، نفذ اللي مخطط له، بس ابني ما لازم يموت. خالي انت عطيتني وعد، اعمامي ما لازم ينضروا من ورا هالشغل. اذا هن قرروا انهم يقتلوني لا تواخذني ابدا، كل وعودي بتروح.